للمزيد من المتابعة الدكتور مجدي علام أمين عام اتحاد خبراء البيئة العربي ينضم إلي عبر الهاتف. دكتور مجدي، نتحدث عن أزمة تطال كافة دول العالم بل كوكب الأرض، وربما تغير وجه الحياة ما بين يابس وماء وتجعل هناك المزيد من الأزمات في العالم. برأيك كيف تضع الجهود المثمرة للدول إذا خلصت النوايا وكانت جادة في تمويلات للتغيرات المناخية والتكيف معها، حد لهذه الآثار السلبية وحماية البشرية؟ طبعا المشكلة الأولى هو الاحتباس الحراري اللي كل العلماء متخوفين من أنه يزيد في 2050 عن درجة ونص مئوية في ارتفاع درجة حرارة سطح الكرة الأرضية، وده التخوف الشديد اللي جميع دول العالم عامله له حساب ان هو لو وصل لهذه المرحله هيبقى من الصعب التعامل مع النظم البيئيه بالشكل القديم السائد، انه الامطار تستمر وانه الاعتدال في الحراره يستمر وانه المياه العذبه تستمر، هذه الموارد المائيه وحتى التربه الارضيه بما فيها الغلاف الجوي حصل فيها اضرار بالغه، اضرار بالغه منذ الثوره الصناعيه من 500 سنه، والثوره الصناعيه اللي استفادت منها اوروبا. الاتحاد اوروبا والولايات المتحده الامريكيه استفادوا من الثوره الصناعيه وهم الملوثون الكبار للغلاف الجوي وما يحدث من ما يطلق عليه الاكستريم ايفنتس او الكوارث الجامحه، زي ما شفنا التسونامي في جنوب شرق اسيا والجزء من الجزيره اليابانيه اللي خد المحطه النوويه ونزل في المحيط الهادي، زي ما شفنا حرائق كاليفورنيا وحرائق اسبانيا وحرائق كندا وحرائق تركيا، في ظواهر غير عادية نتيجة ارتفاع درجة حرارة سطح الكرة الأرضية اللي احنا كنا بنتمنى انه درجة واحدة كل 100 سنة، ال 100 سنة اللي فاتت كانت 9 من 10 أقل من درجة، احنا السنة دي بنتنبأ 2050 هتعدي الكرة الأرضية الدرجة ونص وتوصل لدرجتين، هتبقى مشكلة كبيرة جدا على استمرارية الحياة على الكرة الأرضية، من هنا هذا التخوف العالمي والجولة اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي بيلتقي فيها بكل التجمعات الرئيسية المسؤولة عن هذه القضية، لأن أنت لما بتقعد مع سواء في حوار بيتسبيرج أو في المائدة المستديرة اللي عقدت قبل كده في الاتحاد الأوروبي أو حتى في اللقاءات الثنائية اللي الرئيس السيسي عقدها، كان الهدف واحد، كيف يكون للدول الأفريقية اللي هي انبعاثاتها لا تزيد عن 4% بما فيها مصر والدول العربية، كيف يكون لها دور في جزء من تخفيف انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي لا ذنب لنا فيها، ولكن عندنا تصحر، عندنا جفاف، عندنا فيضانات، عندنا مية المالحة في البحر بتزحف على الأراضي الزراعية في الدلتا، عندنا آثار حقيقية للتدمير البيئي الذي تسببت فيه الثورة الصناعية والتي اغتنت بسببه الدول الصناعية الكبرى. من هنا من حق هذه الدول النامية الأفريقية أن الرئيس السيسي يقول لهم لو سمحتوا حاجة اسمها إصلاح الضرر، يعني في السياسة البيئية إصلاح الضرر، من تسبب في الضرر يصلحه، فاحنا مش طالبين منهم حاجه زياده، احنا طالبين منهم نعم. لكن هذا هو مربط الفرس، ربما مصر الاكثر تضررا من التغيرات المناخيه وفي القلب منها والدول الافريقيه والدول العربيه بشكل عام، لكن ايضا هي الاقل في الانبعاثات الحراريه وفق الابلاغات التي تتم كل 5 سنوات حول مصر ونشاطاتها في هذا المجال تحديدا. فاصل 6% 6 من 10 يعني آخر إبلاغ تم بالنسبة للدولة المصرية، لكن مصر في هذا الصدد اتخذت على عاتقها الأولوية في حماية الدول الأكثر تضررا، وكما ذكرت الدول التي لم تفي بالتزاماتها أو الدول الصناعية الكبرى التي لم توفي بالتزامات فيما يخص الحلول أو التقليل من الأسباب. إذن ما هي آلية الحل؟ التمويل اللي هم خصصوه اللي كان $1 تريليون اللي اتصرف منه لغايه دلوقتي 62% واتحط في البنك الدولي وفي الصندوق اللي هو الجلوبال انفايرمنت، والدول الافريقيه او العربيه لما تاخد منحه او قرض تقعد 3 سنين تقدم اوراق وتعمل مفاوضات على ما تاخد هذا الجزء من التمويل، يعني حتى التمويل الذي خصص في جلاسكو وفي قبلها في كوب حتى 25 و24
هذه المعونات او هذه المنح او هذه القروض الميسره لا تصل بسهوله للمزارع البسيط، ولا تصل بسهوله حتى الجمعيات التعاونيه الزراعيه او جمعيات الفلاحه على التعبير يعني اخواتنا في المغرب العربي. فهي عايزه تمويل اولا ثم تسهيل الحصول على التمويل. يعني ما فيش فلاح هيقول لك انا عايز اجيب محطه طاقه شمسيه ترفع الميه من الترع للغيط، تقول له روح البنك مديله ضمانات، ضمانات ايه؟ ده راجل فلاح. فانت عايز تديله حاجات يعني بيديلك المنحه وبيديلك شروط صعبه، او يديلك القرض ويديك شروط اصعب. فاحنا الجزء المالي التمويلي هام جدا للدول الناميه خصوصا في القاره الافريقيه التي للاسف الشديد هي القاره الوحيده اللي هتعمل تخفيف. دكتور مجدي، كنت تتحدث عن تمويلات ان وجدت من الدول الكبرى او الدول الفاعله في التصدي للتغيرات المناخيه، لكن اليه الوصول الى المواطن البسيط او الشعوب هي التي يكمن فيها الصعوبه. برايك كيفيه التغلب على هذا الامر وهذا التحدي؟ هو المفروض انه يبقى في تمويل لمؤسسات، يعني مثلا الجمعيات التعاونيه الزراعيه، الجمعيات الاهليه، بنك التنميه والائتمان الزراعي، حتى لو هي الجمعيات النقابات المهنيه ونقابات العماليه ونقابات الزراعيه، بندي المؤسسات والمؤسسه هي اللي تتعامل مع الافراد بحيث انه كل مجموعه يعني اراضي، مثلا لو انا بتكلم على 10 مليون فدان في مصر، ال 10 مليون فدان لو كل 5000 فدان كونوا او 10000 فدان كونوا بينهم وبين بعض جمعيه لاداره شؤون. ما ينفعش دلوقتي في العصر الحديث ان انا اشتغل على النص فدان والفدان، يعني التمزيق بتاع الرقعة الزراعيه خلى فيه صعوبه للتنفيذ الزراعي، وفي نفس الوقت صعوبه او بتزود التكلفه، لان ممكن انا لما اشترك كفدان في اطار 1000 فدان بيقف عليا الخدمه رخيصه. فده اول حاجه لازم الكيانات الزراعيه اللي موجوده في الارض او الكيانات الصناعيه او الصناعات الصغيره والمتوسطه زي مؤسسه مسمده مثلا اللي هو جهاز المشروعات الصغيره والمتوسطه بيعملوا قروض ميسره وبيعمل بيدرس المشروع كويس وبيتاكد ان الشاب اللي مقدم المشروع هينجح المشروع بتاعه ويديله معونه فنيه. في الحاله دي هو ده التمويل اللي احنا عايزينه، ان التمويل ياتي صحيح من المنح والقروض لكن لا يدخل مباشره كجزء من البنك، يعني كعمليه بنكيه، لا لازم يبقى للبنوك مؤسسات اخرى زي مؤسسه المشروعات الصغيره والمتوسطه مسمده هي تاخد هذا التمويل وتتعامل ومن ثم يصل الى الحيازات الزراعيه الصغيره. دكتور مجدي، العلم وتطويع العلم والبحث العلمي قضيه هامه في هذه الظاهره والتقليل منها. هل البحث العلمي مفعل بالشكل الكامل على الارض في نواحي التطبيق؟ هو يعني للاسف مش بالشكل اللي احنا نرجوه، يعني وانه لابد انه الربط بين أكاديمية البحث العلمي والجامعات والمعاهد المتخصصة، وعلى كل جامعة يكون عندها سنتر، وبدأ أظن وزير التعليم العالي في هذا الموضوع أن كل جامعة يبقى فيها سنتر متميز في مجال ما، يعني يبقى ده سنتر متميز في الهندسة وده متميز في الزراعة وده متميز في الطب وهكذا، بحيث أنه التعليم يبقى مش تعليم نظري، ما يتخرجش طالب كلية زراعة أو كلية هندسة أو كلية طب يبقى معاه شهادة نظرية، لازم يبقى فيه تعليم تطبيقي. وهذا التعليم التطبيقي في المجالات الستة اللي احنا بنتكلم عليها، وهي الطاقة والصناعة والزراعة والنقل والإسكان والسياحة، هذه المجالات الستة هي اللي بتسبب غازات الاحتباس الحراري، وهي اللي بتسبب أيضا التأقلم مع تغير المناخ. فهذا الموضوع طبعا يعني محتاج انه يبقى في نظره جديده لوزاره التعليم العالي فيها، بحيث انه يبقى في مراكز تطبيقيه. المركز التطبيقي ده يقدر الولد يتخرج يعمل شغل تطبيقي.